أحمد ملا طلال. السلام عليكم. اليوم وكالة أسوشيتد بريس نشرت تقرير أكدت بأن سكان الموصل دفعوا ثمن باهظ لتحرير مدينتهم من قبضة تنظيم داعش، ورقم ضحاياهم يتراوح بين 9,000 و11,000 مدني. هاي الأرقام تزيد بنسبة 10 مرات عما تم إعلانه سابقا، علما أنه عدد القتلى ما تأكد من قبل التحالف الدولي ولا من الحكومة العراقية ولا من إعلام تنظيم داعش. اللي أكد الرقم هم عمال المقابر بالمدينة واللي يشتغلون بالمشرحة اللي تطوعوا لانتشال الجثث من تحت الأنقاض. الوكالة قالت أيضا أنه انقتل بالمعارك ما لا يقل عن 3200 مدني بغارات أو بقذائف مدفعية ما بين شهر تشرين الأول عام 2016 وإلى أن انهزمت داعش. أما الوثائق اللي تم الاعتماد عليها فتعود لمنظمات مستقلة وتقارير للأمم المتحدة. تقرير أفاد أيضا أنه مئات القتلى المدنيين ما زالوا تحت الأنقاض، وتقريبا ثلث الضحايا انقتلوا خلال أعمال العنف الأخيرة اللي نفذها داعش مع تبدد دولته، أما الثلث الآخر فلقى مصرعه بغارات للقوات العراقية والتحالف الدولي. هذا التقرير أثار انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو البارتي واليكتي، شدة قد تحيي وحدة. عندنا مثل يقول كبروها وهي تصغر، ويبدو هذا هو المبدأ السائد حاليا بكردستان مثل ما راح نشوف هسه. ايش راح نشوف مثلا؟ راح نشوف هاي المفاجأة. اليكتي يعلن البيان رقم 1 عن الأحداث بعد ما كان ساكت يومين. شنو البيان؟ البيان هو إعلان عن تشكيل شيء اسمه اللجنة العليا لقوات كردستان، وهاي اللجنة تتكون من البيشمركة والأسايش ومكافحة الإرهاب والشرطة وغيرها من المؤسسات، ومهمتها العاجلة هي إفشال المخطط التآمري على الإقليم. تطور مهم مو؟ نعم جدا مهم، لأنه الانتفاضة مركزها السليمانية، واليكتي بالذات أكو هواي علامات استفهام حول مواقفه السياسية وتحالفاته، خصوصا بعد سالفة كركوك. بس هسه مو وقت تحليل، خلونا نشوف البيان شو يقول. البيان مبني على فكرة أنه شعب كردستان يمر بمنعطف سياسي مصيري، والمؤامرات بالمنطقة واضحة ضده، ووحدة من هاي المؤامرات هي إبقاء الحصار الاقتصادي على الإقليم من أجل عدم معالجة مشكلة رواتب الموظفين. بعدين قال أنه حكومة كردستان عندها مئات الوثائق اللي تثبت أنه مجاميع هواية جاي تستخدم السلاح وتحرف مسار التظاهرات السلمية نحو الهاوية. بالتالي الاتحاد راح يسخر كل جهوده حتى يحبط هذا المخطط. بعد أكو شيء بالبيان؟ إي أكو إشارة مهمة لإغلاق قناة الـ NRT واللي اتهمها البيان بالتحريض على العنف، وهذا معناه انه اعتقال شاسوار عبد الله قرار يكتي، واللي يأكد ان هالشيء انه محافظ السليمانية اللي هو من قوران نفى علاقة السليمانية بأمر الاعتقال. عدا هذا البيان المغري بالتحليل، التطورات الباقية هم تشتغل بنفس المبدأ، كبروها وهي تصغر. مصعد التظاهرات مثلا علق للطابق 19، الضحايا زادوا وحظر التجوال شمل الإقليم كله. حكومة بغداد لقيتها فرصة تهدد علناً بالوقت اللي استقال يوسف محمد من رئاسة برلمان كردستان، وانسحبت غوران والجماعة الإسلامية من حكومة نجيرفان بارزاني. بمعنى أنه المناوئين لحكومة الإقليم سواء الشعبويين من جماعة الجيل الجديد أو التقليديين من غوران والجماعة الإسلامية جاي يصعدون يومية طابق وصولاً لسطح البناية اللي لازم تشهد سقوط طرف من الأطراف. بالمقابل أصحاب الحل والعقد المسيطرين على الحكومة ومؤسسات الإقليم
سواء اللي بأربيل أو السليمانية لقوا نفسهم في مباراة مضطرين يلعبوها للنهاية. لهذا استلموا المبدأ كبروها وهي تصغر، وبدل ما يهدون صعدوا، وخطابهم احتد، والأهم من هذا بدوا يلملمون نفسهم ويتوحدون بعد الهوة اللي تسبب بيها تسليم كركوك. واللي راجع بيان اليكتي أكيد يشم رائحة تغيير بالموقف، وهذا مو بس ينسف فرضية أن يكون اليكتي مدستر هوية بغداد من أجل إنهاء دور أربيل، لا بل يأكد أنه انسحاب غوران من الاتفاق الاستراتيجي ويا اليكتي اللي وقعوه المغفور لهما مام جلال وكاكنا شروان دليل واضح على عودة الحياة للاتفاق الاستراتيجي بين اليكتي والبارتي، ونسيان الخلافات والخيانات، لأن الأولوية اليوم لأمن كردستان وسلامة كيانة الدستوري، وكأنه شاسوار عبد الواحد وجيل الجديد وفر الصعقة اللي صحت الحزبين على زمانهم. ونروح ونرجع للمبدأ كبروها وهي تصغر. صحيح المعطيات مرات تتناقض، بس مو مشكلة، المهم السالفة تكبر، هذا هو الحل الوحيد. كبروها وهي تصغر وبهالرقبة. أرحب بكم وناقش هذا الملف مع السيد عبد الله الزيدي مسؤول الملف الكردستاني في التحالف الوطني. ومن المفترض أنه بعد قليل ضمننا السيد ريبور طه نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني من كركوك، وكذلك السيدة نجيب نائب عن الديمقراط الكردستاني من توك، لكن شوية عندنا بعض المشاكل الفنية، إن شاء الله ينضمونا بعد قليل. رحب بكم جميعا ضيوف الكرام، أبدي بيك سيد عبد الله الزيدي، وخلي أتفرغ لك مدام الجماعة بعدهم جايين. مو خوش سالفة هاي. لا أنا كنت بخليك ثالث واحد صدقني، رد تبدي أنا، رد تبدي ويا الاتحاد بعدين أروح للبارتي وبعدين أجي على بغداد. ونفس السؤال اللي كنت محضر لك إياه ثالث راح أسألك إياه. اليوم اللي يتحمل المسؤولية لا هو جيل الجديد ولا غوران ولا الأحزاب الصغيرة الأخرى موجودة بكردستان ولا الموظفين اللي ميتين من الجوع يردوا رواتبهم، ثلاث أطراف أساسية تتحمل مسؤولية ما يجري في كردستان. بارتي، ليكتي، العبادي، حكومة بغداد، دول الثلاثة عليهم الآن مسؤولية عظمى وكبرى في حل هاي المسألة. لا تقول لي شاسوار عبد الواحد البارحة يجي للسياسة عند قناة فضائية يقدر يأثر على عمق وتأثير وتأريخ هاي الأطراف الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولضيوفك الذين سينضمون قريبا ولجميع مشاهديكم الكرام. واقعا أصبح الوضع معقد في إقليم كردستان، وهذا التعقيد أتى من خلال أعتقد السياسات التي نعتبرها خاطئة في الإقليم. وكنا نعتقد بأن إقليم كردستان أو حكومة إقليم كردستان بالتحديد ستتراجع عندما يعني تلاحظ هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الإقليم، وتعرف الخطأ السياسي الكبير الذي ارتكبته، وهذا الخطأ هو بالحقيقة محاولة لتصديع وحدة العراق، وهو خطأ جسيم وكبير كان ممكن أن يجر العراق إلى مشاكل عديدة. فعلاً خلنا نسميهم فريق الاستفتاء، فريق الاستفتاء المحور ماله هو الحزب الديمقراطي والاتحاد. أثناء مفاوضاتنا السابقة رأينا بأن لديهم إصرار واضح وكبير على إجراء الاستفتاء، وربما هم يتحملون المسؤولية الكبرى في هذا الموضوع فعلا. ولكن ماذا تفعل بغداد وماذا تفعل حكومة بغداد؟ نحن كتحالف وطني ألقينا عليهم الحجة وتحاورنا معهم ووضعنا فسحة كبيرة للمفاوضات، ولكن لم نجد أي تعاون. أما حكومة بغداد فأعتقد وضعت فسحة أكبر عندما قالت بأن على إقليم كردستان أن يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية ونبدأ بعد ذلك بالحوار. تدري اللي ملاحظة شنو؟ بس لا عفوا بس لا فإذا قالوا نحترم وشتان ما بين نحترم قالوا نحترم، انتم تردوهم يقولون نلتزم. نعم، عفنا من هاي السالفه. تدري اللي ملاحظه شنو بالخطاب؟ نعم، خطاب الحكومه وخطاب الاطراف الكردستان. الحكومه نحكي عن ناس
ميتة من الجوع تريد رواتب، الحكومة مشلبة بالاستفتاء، وكأنه القضية قضية الاستفتاء، وكأنه المتظاهرين الآن طلعوا تأييدا للاستفتاء. مو ميتة من الجوع الناس تريد رواتب، عفوا هذا خطاب الحكومة، تربط الأزمة بموضوع الاستفتاء، وهي كل ربط ماكو، اكو فصل تام بين ما يجري الآن وبين موضوع الاستفتاء. موضوع الاستفتاء موضوع آخر. نجي على كردستان، الأطراف الكردستانية تذب اللوم على بغداد، ها، وتقول بغداد وما وما تشير الى الاخطاء الكارثيه اللي اتخذتها في اداره السياسه والمال في الاقليم. تتفق ولا ما تتفق؟ لا ما اتفق. ما تتفق. الحكومات عاده تتعامل مع الحكومات. اليوم انا يعني مع من اتعامل؟ اتعامل مع حكومه اقليم كردستان لانها حكومه تمثل هذا الاقليم، واتت عن طريق الانتخابات ووضعها يعني يعتبر شرعي. حتى يعني دول المجتمع المتمدن والعالم الغربي يتعامل مع هذه الحكومة. أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الشارع الكردستاني وأتعامل معهم بشكل مباشر، وإنما أتعامل مع حكومة إقليم كردستان، وهذه الحكومة إلى الآن هي تمثل الواقع الكردستاني. أنا لا أستطيع أن أتجاوز هذه الحدود، لذلك نحن دائما نرمي طوق النجاة وهم يحاولون أن يتهربوا من هذا الطوق. أنا في تصوري يعني الخاص أعتقد بأن هنالك تعنت أحيانا نشهدها من بعض القوى السياسية المتنفذة في إقليم كردستان من أجل إثبات صحة ما ذهبوا إليه وتخطيء الآخر. يعني أنا اليوم ليش أتلاعب بالألفاظ وأقول أحترم وأحاول أن أرسل يعني أرسل تصورات إلى بغداد أنه ما الفرق بين أحترم وألتزم؟ عدة مرات قلنا لهم الالتزام له يعني مخرجات قانونية، أما الاحترام أنا أحترم رأيك ولكن أختلف معك. بس أحكي لك هذا القصة، أحكي لك هذا الكلام. يا موظفي كردستان، نعم، يا موظفي كردستان، يا أبناء شعبنا بكردستان، يلي مفروض الحكومة الاتحادية تعطيكم رواتب، راح اموتكم من الجوعان بغداد وما ادفع لكم راتب أبداً. الا يركع مسعود برزاني ونجيربان ويقول التزم ابدا. بيش مطلوبه هاي الناس؟ هذا السؤال الجوهري. احنا ردنا هم نتعاون الى ابعد من ذلك، وقلنا لهم ليس من المعقول ان يوجد في اقليم كردستان 1,400,000 موظف حكومي، ليس من المعقول في اقليم كردستان جيد. موازنه يعني حتى تعادل 7 مليون نسمه. دخلنا بالامور ليس الفنية. من المعقول ان يوجد 3 مليون عنصر امني في اقليم كردستان. الاشارات التي لدينا البايومتري، وزاره التجاره، وزاره التخطيط تقول هذه الارقام مبالغ بها جدا، لذلك تعاونوا مع بغداد من اجل وضع الارقام الصحيحه والواقعيه كي نتبانى على هذه الارقام. بغداد اشوف نفسها غير مسؤوله عن الازمه وغير مسؤولة عن حلها، وعسى نارهم تاكل حطبهم أبداً. وعسى ما يموتون من الجوع. هذا كلام هذا كلام انا استنتج خلينا اروح للكركوك، انضم للسيد ربوار طاهر، ارحب بك واقول اليوم البيان من اقراء بيان اليكتي، من اقراء اليوم اشوف اليكتي اما بنصب نفسه كزعيم لكردستان عموما ويحكي عن قوات بيشمركة واسايش وكذلك قوات مكافحة الإرهاب الخاصة بالإقليم، وبإشارة البيان للحكومة ودور الحكومة ودعم، وبغضب وسخط على المتظاهرين وعلى من يستغل التظاهرات. منو كتب البيان؟ يا جناح باليكتي بالتنسيق ويا البارتي، نفسكم مع البارتي، هذا خطاب البارتي نفسه، شنو اللي دي يصير؟ مصالحين ويا البارتي؟ بس خلنا نفتهم شنو الموضوع. بداية شكرا لك أخ أحمد، وتحية لضيفك الكريم. حياك. أولا هذا مو نهج البارتي، هذا نهج الاتحاد الوطني الكردستاني، لأن كتابة البيان الاتحاد الوطني الكردستاني تم كتابته من قبل القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني، وأنا لا علم لي كيف كتب وكيف نشر. أنا أيضا قرأت البيان في الأعلام مثل ما جنابك الآن قرأته، لكن هذا لا دخل بي بنهج البارتي أو أمور أخرى. يعني أنا أريد أقول بصراحة وأبين وجهة نظري، يعني سيد أحمد لا غبار بأن نحن مع التظاهرة السلمية المدنية دون مساس بمؤسسات الدولة، وأعتقد الدستور العراقي
وضح بأن حرية التعبير مكفولة بشرطين: احترام أن أولاً أن احترام النظام العام واحترام النظام الآداب العامة. فلذلك أنا أقول يعني قبل سنة أو سنتين كان هناك تظاهرات حاشدة وكبيرة في محافظة السليمانية من قبل المدرسين والمعلمين بسبب النقص في الرواتب وعدم دفع الرواتب، ولم يتجرأ أحد في الأجهزة الأمنية الوقوف أمامهم أو منعهم من التظاهرة. ولذلك ما حصل في هذه خلال اليومين، يعني أنا أقول بكل صراحة نحن مع التظاهرة السلمية ونحن مع مطالب الشعب في كردستان، لكن عندما يكون هناك هجوم على مؤسسات الدولة في هذه المحافظة، الفكرة واضحة. الفكرة واضحة. أنا اللي قصدت هذه المحافظة أعتقد على المؤسسات هذا موقفكم الأمنية من التظاهرات وعلى الدولة وعلى الحكومة الأقليم أن تقوم بإجراءات بمنع المساس لمؤسسات الدولة العراقية، وحصل هذا أيضا في بغداد. واضح. أنا اللي قصدته أنه هذا الموقف الواضح للاتحاد لليكتي شبيه بالموقف الواضح للبارتي ولرئاسة حكومة أقليم كردستان كاتنا جيرفان اللي هو قيادي بالبارتي. هذا التوحد بالموقف، ما تحسون أن هناك خطر؟ بس خطر أصحاب حق اللي طالعين تظاهرات تقولون أجندة ما أعرف، بس هناك خطر يهدد الحزبين باعتبارهم متهمين اثنينهم مسؤولين عن الحالة المتردية وحالات الفساد اللي موجودة بالإقليم، ما راح يدفعهم للتقارب نوعا ما؟ الشدة ما راح تدفعهم للتقارب؟ إن كان هناك خطر على هذين الحزبين، أعتقد هناك أيضا خطر على بقية الأحزاب الأخرى الكردستانية، وأيضا خطر على الأحزاب في بغداد. لا ننسى أيضا موضوع الفساد، لا تسألني عن الفساد أو وما أدراك ما موجود من الفساد في مؤسسات الدولة العراقية. أنا عضو في لجنة النزاهة النيابية وأعلم تماما ما موجود من ملفات الفساد الكبيرة جدا في مؤسسات الدولة العراقية، ولا أحد يتجرأ في مؤسسات الدولة العراقية باقتراب إلى هذه الملفات وفتح هذه الملفات والتحقق في هذه الملفات. لا أحد يتجرأ في الدولة العراقية في الحكومة الاتحادية أو الحكومة الفيدرالية بفتح هذه الملفات ومحاسبة الفاسد في هذه المتورط في هذه الملفات. الفساد ما موجود في بغداد أيضا هناك فساد في أقليم، نحن لا نختلف في هذا. وعندما نقول هناك خطر على 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 تاريخ أو على يعني اجتزأت كاكربوار اجتزأت بس مصطلح الفساد وجاوبتني، وأنا كانت فكرتي أوسع. إذا تسمع لي كاكربوار، إذا تسمع خلي أعيدها بالصياغة: انسحاب غوران من اتفاق استراتيجي مع الاتحاد مع اليكتي، هل سيدفع هذا بالتقارب أو محاولة إحياء الحلف الاستراتيجي بين الحزبين الكبيرين باعتبارهم مسؤولين عما حدث وباعتبارهم أكبر حزبين مسؤولين عن إعادة والحفاظ على الكيان كيان الإقليم الدستوري؟ والله أستاذ أحمد لا أعتقد هناك نية الآن التحالف الجديد سواء كان مع البارتي أو مع أي حزب آخر في كردستان. أعتقد الوضع في كردستان متشنج جدا، وهناك أيضا اتهامات من قبل أحزاب، هناك حزب يتهم الآخر والآخر أيضا يتهم المقابل. فأعتقد البيئة الموجودة الآن في كردستان لا أعتقد هناك تحالفات، ولربما أعتقد الكرة الآن أصبحت في ساحة حكومة سيد العبادي. هل أن السيد عبادي جاد بحل قضية رواتب الموظفين في كردستان؟ هل أنه سيد عبادي حقيقة تردون تورطوا بمشاكلكم الداخلية؟ كل هذه الأسئلة تردون تورطوا بمشاكلكم الداخلية؟ عندكم مشاكل داخلية أنتم سببها، إدارتكم لكردستان طيلة السنوات الماضية سببها، طريقة تعاملكم مع الثروة النفطية في كردستان هو السبب فيما يجري، وتردون تورطون السيد العبادي بقضية أنتم خلقتوها؟ لا، مو مسألة توريط أو أن يكون هناك نية بتورط السيد العبادي. لا، بما أنه السيد العبادي هو رئيس لمجلس الوزراء وأيضا أقليم كردستان جزء من الدولة العراق، فبالتالي أعتقد بإمكان على سيد العبادي التدخل لحلحلة بعض المشاكل الموجود في كردستان.
إن كنا إن كانوا يريدون هذا حقا. أما موضوع المشاكل الداخلية بين الأحزاب، لا، القضية أعتقد مرتبطة بحكومة أقليم كردستان، وهذه الحكومة تعاملها مع حكومة الاتحادية، فلذلك على الطرفين التعاون فيما بينهم لحل هذه الأزمة اللي موجودة في كردستان، لأن هذه الأزمة أعتقد مرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، بحياة الشعب في كردستان، وليس لحزب معين أو لجهة معينة. واضح. أروح لدهوك، انضمت لسيدة نجيب نجيب الناب عن ديمقراطي الكردستاني، وأريد أقدم لها مبادرة وحل. الآن ممكن أن تطفى نار الأزمة سيدة نجيبة بمجرد أن السيد نجير فان برزاني يقدم استقالته ويعتذر عن الاستمرار في إدارة الحكومة، حتى كل الأحزاب تستعد لخوض انتخابات قادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولمشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة قبل البدء بالإجابة، لدي الرسالة أمانة من فلاحين إلى رئيس الوزراء من خلال برنامجكم، أود أن أوصلها. ضروري أن رئيس الوزراء أن يصرف مستحقات فلاحي أقليم كردستان قبل نهاية السنة، أسوة بفلاحي باقي المحافظات، لأنهم في حالة مزرية وقد حملوني هذه الأمانة، وأتمنى من خلال برنامجكم أن يستجيب رئيس الوزراء لدفع مستحقات. أنا أتمنى أنه الانتخابات تصير بوقتها، ودعوتك هاي يعني تلقين صدى إلها وتشوفين نتائجها بالانتخابات. نعم تفضل. لا أخي لا، أرجو أن لا عفوا، مو مسألة انتخابات، هذا موضوع آخر، لكن الضيوف أيضا يعلمون، وأنا كمواطنة أعيش في أقليم كردستان أعلم مدى يعني الثقل عدم صرف مستحقاتهم وحالتهم المزرية لأربع سنوات 2014 15 16 17. الفلاح بكردستان، الفلاح بكردستان يقدر يزرع الطماطم ويقدر يزرع الخيار ويقدر يزرع البصل، وعنده أبقار وعنده غنم ويقدر يشرب حليب ويقدر يعيش. خلينا نحل معضلة المدنيين الطبقة الوسطى اللي عايشة على الراتب اللي بالمدينة، خلينا نحل هاي المشكلة. والله أنا عبالي أخ أحمد أنت راح عبالي أنت راح تدعم حق مواطنين، لأن إذا بدون خلينا نخلص من الأولوية الآن والأدعم. بالمناسبة أنا فلاح ابن فلاح وأتعاطف في الفلاحين، بس عندنا مشكلة، عندنا مشكلة اللي هي موظفي كردستان اللي رواتبهم أعلم. أنا هسأجيك الإجابة على هذا السؤال، لكن أمانة هذه الأمانة التي حملوني إلها الفلاحين ردت وصلت. أوصلها إلى المعنيين في الحكومة من خلال برنامجك، وعليك أيضا أن تدعم هذه وصلت. الشريحة ما دام ابن فلاح. نعم نقطة أخرى. لحظة خلت تعاون وياك. لحظة خلي أوصل، أوصل رسالة بهالخصوص للسيد العبادي. سيد العبادي، إذا كان الموظفين مبالغ بأرقامهم وفضائيين بهم، فحقوق الفلاحين واضحة مع كردستان، ويحل جزء من الأزمة. سيد العبادي، حقوق الفلاحين بكردستان، هاي القادر السيدة نجيبة هذا ما يراد أن تدقيق، أرقامه واضحة، أمر بصرفهن حتى ترتاح السيدة نجيبة. تفضل السيدة نجيبة. نعم شكرا جزيلا. نعم الأزمة الحالية التي يمر بها أقليم كردستان طبعا هي تراكم من الأزمات، وليست هي يعني وليدة اليوم طبعا، وإذا نحللها من الجانب المالي ومن الجانب السياسي. من الجانب السياسي أولا، أنه محافظة سليمانية تحديدا وليس باقي المحافظات، أنا من دهوك وأربيل، ليست هناك مظاهرات، على الرغم من أن موظفيهم يعانون أشد المعاناة، ونسبة الفقر في دهوك من أكثر محافظات العراق مضاعفة، يعني نسبة الفقر فيها كثير، وأيضا خدمات غير موجودة. ولكن الوضع السياسي في سليمانية يختلف، لأن الصراع بين الأحزاب السياسية في سليمانية منذ يعني سنوات، الجميع يعلم، والصراع على السلطة، ونحن ماضون نحو انتخابات مبكرة لبرلمان أقليم كردستان بعد أن تم توجيه دعوة من حكومة
رئيس حكومة أقليم كردستان إلى البرلمان لتحديد موعد مع المفوضية لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر الأولى من سنة 2018. فمن جانب هذه المظاهرات تحمل نوعا من المزادة السياسية أو انتخابات دعاية انتخابية، من ناحية ثانية تحمل معاناة لحقيقة الموظفين، لكن الذين خرجوا للمظاهرات والنتائج التي أسفرتها هذه المظاهرات من حرق للمقرات وكذلك مؤسسات وحتى المؤسسات الخدمية، وكثير من المتظاهرين كان أعمارهم دون 18. هذا يحمل يحمل جانب آخر أن هناك فعلا برنامج ممنهج لإلغاء مكاسب أقليم كردستان. هنا اتفقتوا يا اليكتي، هل هناك إمكانية خلينا نقول أقليم كردستان كتجربة على المحك، واللي أسس هاي التجربة هم الحزبين الكبيرين، هل هناك إمكانية إنه هاي الشدة اللي مر بها الحزبين أن تدفع الحزبين للتقارب تفاهم من أجل مرحلة سياسية قادمة بالإقليم؟ نتمنى ذلك، لأن الكرد حقيقة وتحديدا خلال الـ3 سنوات واجهوا تحديات كبيرة وتحديات أضخم وأكبر من حجم من حجم أقليم حقيقة، من حرب ضد داعش، من أزمة مالية، كذلك الخلافات السياسية، المظاهرات. هذه المظاهرات حتى 2011 كانت، و2012 أيضا كانت موجودة، على الرغم من أن وقتها لم تكن هناك أزمة مالية حادة مثل الآن. وأي مظاهرة حقيقة هو حق طبيعي مشروع، لا أحد يستطيع أن يمنع إجراء مظاهرات من موظفين بشكل سلمي ديمقراطي. ليش منعتوهم بأربيل؟ أنا مضطر أنتقل، بس ليش منعتوهم بأربيل؟ والسطوة وقبضة أربيل كانت موجودة، ليس هناك أي عكس السليمانية. لا أخي، ليس هناك أي منع، لا يوجد منع للتظاهرات لا في أربيل ولا في دهوك، ولكن المواطن الكردستاني بعد أن يئس من حكومة الاتحادية التي كان يفترض عليها بعد 16/10 أن تجلس مع حكومة أقليم كردستان، ووعد رئيس الوزراء بصرف رواتب الموظفين مرارا وتكرارا، ما عدا يوم قبل يوم في مؤتمر الصحفي ذكر أنه ليس لديه إمكانية بصرف رواتب موظفي أقليم كردستان، وهذا كان خلافا للمؤتمرات السابقة حقيقة. فالمواطن الكردستاني ميؤوس، لا حكومة الاتحادية تقوم بصرف الرواتب ولا حكومة أقليم كردستان لديها الإمكانية، خصوصا وأنها كانت لديها أكثر من 670 ألف برميل يوميا كتصدرة، الآن نزل إلى 250 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى أن الرواتب التي يجب أن تصرف شهريا تكلف الحكومة واضح كبيرة جدا فوق إمكانيات حكومة أقليم كردستان. خلي شوية أرجع السيد عبد الله زيدي، والله فرصة تاريخية للسيد العبادي. فرصة تاريخية للسيد العبادي إنه يفرض سلطة معنوية كزعيم وكقائد وكرئيس وزراء على أقليم كردستان. 14 سنة تشكون إنه دولة داخل الدولة وما مسيطرين على كل شيء، ومن تجيكم الفرصة كتحالف وطني، رئيس وزراء التحالف الوطني، تجي الفرصة إنه أهالينا بكردستان يقولوا له يا بالموضوع يمك، ملينا جزعنا من فساد الأحزاب الحاكمة، تعال انقذنا، ما يستغلها. واقعا نحن نتحسس آلام أبناء شعبنا في إقليم كردستان، ومن المفروض والطبيعي بأنه تصرف الرواتب لأبناء الإقليم. ولكن سبق وأن قلت لك أستاذ أحمد بأن هذه القضية مناطة أيضا بحجم الرواتب. ما هو العدد الطبيعي لهذه الرواتب؟ هل الرواتب فعلا بهذا الرقم، بهذا العدد من الموظفين؟ لذلك نحن ننتظر حقيقة من عندهم أن يتعاونون مع الحكومة بهذا الجانب. نحن لا نستطيع. شو الفرق بين الرقم الحقيقي؟ نعم، الرقم الحقيقي اللي يستحقوه موظفي كردستان هسه مثلا، والزيادة اللي تتوقعوها هي بسبب فضائيين، بسبب فساد، بسبب. شو قد الفرق؟ مثلا القوات الأمنية
حسب احصائيات اقليم كردستان تقول حوالي يعني قرابه 300,000 لا احكي من العسكري. الفرق مليار دولار مثلا؟ انا ما احكي بالارقام، لا ما اعرف الرقم الحقيقي، انا ما اعرف. انا مو خلينا نضرب مثالا يعني. نعم. لنفرض انه مليار دولار الفرق بين الرقم اللي تريده على الرقم عموما، نعتقد الى النصف. هسه خلينا نقول مليار دولار. ما انتم جاي تقولون انه الحزبين الكرديين صار لهم سنوات يصدرون ويهربون نفط بحساباتهم الخاصة، هالمليار الفرق اللي تعتقدون شك وشكون انه جزء منه راح يروح، ها انطيه فدوة لهاي الناس. لا عفوا انا هم قصدي مو منطقية. انا جوع الشعب ولا شنو؟ عندهم احزاب فاسدة، ما الاحزاب الفاسدة صار 14 سنة انتم شركائها بالحكم، وانتم تعرفون كل الزين انتم انه الاحزاب هاي الحاكمة جاي تهرب نفط. ليش اظلم الناس؟ انا اريدك تخلق فد مرتكز ذهني عند المشاهد وكانما التحالف هو المسؤول عن هذه القضية. اليوم كل القوى السياسية في البلد الوطنية سواء سنية شيعية مسيحية تركمانية كلها صوتت للقرار الذي أيد العبادي في إجراء هذه الإجراءات وتنفيذها من أجل يعني درء أي مشكلة في العراق سواء وحدة العراق أو القضية مع كردستان. هذا بقرار من البرلمان، يعني لا تحملون القضية وزرها فقط للتحالف الوطني. وأنا لست ناطقا باسم الحكومة بالحقيقة، السيد العبادي يستطيع أن يتحدث عن هذا الموضوع. نحن قلنا قولنا حقيقة، لابد من فض المشكلة مع إقليم كردستان، لكن كيف؟ السيد العبادي والحكومة لديها رؤية بأن هذه الأرقام ليست صحيحة، هاي أولا. ثانيا هنالك خشية كبيرة لدى الحكومة بأن يعني هذا التملص من عدم يعني قولة كلمة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية ووحدة العراق، واقعا لدينا خشية كبيرة. يبدو أن هنالك شيء مبطن في النفوس بأن هذا القرار أو هذا الاستفتاء سيفعل يوما ما، لذلك لا يريدون أن يلغون. يقولون بحجة ما الفرق بين الالتزام والاحترام، هذا تركيع وهذا إذلال للشعب الكردي، لماذا يعني الإصرار على الكلمات وترك المباني بدل المعاني؟ نحن في يوم من الأيام قلنا لهم لولا هذه الإجراءات من الحكومة ربما ذهبتم إلى الانفصال، قالوا لا ليس الانفصال وإنما الاستقلال. قلنا عجيب، في هذه تقفون على الحرف وعلى الهمزة وعلى الكلمة وتضعوها تحت المجهر، فرق بين الانفصال والاستقلال، وقضية الالتزام والاحترام لا تضعوها تحت المجهر، تزغروها وتتفهوها. لذلك نعتقد بأن هنالك نية في يوم من الأيام أن لا يلتزموا حقيقة بقرار المحكمة الاتحادية. وفي يوم من الأيام أنا أتذكر يعني السيد نجرفان برزاني قال هذا القرار من المحكمة الاتحادية هو أحادي الجانب يلزم بغداد، وهذا الحديث سمعناه مرارا وتكرارا من بعض القيادات في إقليم كردستان. كل الأحاديث اللي نسخت هذا الحديث اللي إجت بعده ما سامعها، سامع بس أول بيوم قرار المحكمة الاتحادية لهذا القرار. ارجع للأخبار، قصدي بس هذا كلمت نعم. يعني اللي تصريحات اللي من ألمانيا، أنا أقول لك شنو التصريحات اللي من ألمانيا اللي من فرنسا. لا عفوا هاي مو بالك. شنو التصريحات؟ التصريحات كلها نجمد نؤجل نتجاوز الاستفتاء، كلها نحن ندعم الحوار مع بغداد. طبعا دعم الحوار مع بغداد رسالة، الحوار لابد أن يكون على أسس، نحن نطلب هذه الأسس كل ما هنالك. هذا خطابك رسالة واضحة إلى شعب كردستان، إلى الموظفين في كردستان، ثوروا على الأحزاب إلى أن تعترف وتلتزم بوحدة العراق. رسالة واضحة هسه خذ من عندك الرسالة، مو من عندي. أنا ما قلتها، أنا أقول هنالك مباني لابد من الوقوف عندها والتزامات لابد أن نطبقها حتى نذهب إلى الحلول. خليني أروح الكركوك ريبار تسيد ريبار طه. مشكلة الصراع داخلي، ومن أقول داخلي مو داخل كردستان، داخل السليمانية، داخل الأحزاب المتنفذة في السليمانية، ليكتي سليمانية، غوران سليمانية، الجيل الجديد سيد شاسوار سليمانية، صراع داخلي داخل هذه البقعة، داخل هذه المحافظة اللي ومثل ما قالت ست نجيبة استعدادا للانتخابات القادمة. ما لها علاقة حكومة إقليم كردستان، باعتبار أنه نائب رئيس الحكومة يا أخي سيد قباط طلباني اللي هو يعني نجد الأمين العام السابق الراحل مام جلال. يا سيد العزيز قبل الإجابة على سؤالك، يعني بس أريد أعلق على ما ذكره ضيفك. ليش يعني ما تخلي التعليق بعد الإجابة على سؤالي؟ يعني حتى ما أنسى صراحة. زين توكل بالله. يعني
يعني قضية، أعتقد الموضوع حل قضية بين بغداد وأقليم أو إعادة العلاقة أو الثقة بين بغداد وأقليم، الآن الجميع عندما نسمع من المسؤولين في بغداد ومن السياسيين في بغداد الكل حصروا الموضوع بالأعداد الوهمية لموظفين الكردستان أو عدم تدقيق البيانات لموظفين في كردستان، أو هناك أعداد هائلة كبيرة جداً. كل رواتب موظفي أقليم كردستان لا تتجاوز 750 مليون دولار، هذا حقيقة. راتب فرد من القوات البيشمركة لا يتجاوز 600-700 ألف. كل الرواتب حسب تطبيق كردستان. عفوا هاي نقطة مهمة، خلنا نوقف يا شوي، لأن قبل شوي ذكرت رقم شوي للمبالغة، قلت يعني 750 مليون دولار كل الرواتب حسب حكومة أقليم كردستان، وهذا الرقم هو المعترض عليه حكومة بغداد. كل رواتب موظفين في أقليم كردستان، نعم. جيد. نعم، هذا كل ما في الأمر. أعتقد الفاهم يفهم ما أقوله. الموضوع لا يتعلق بأعداد الموظفين، هذا الموضوع يتعلق بإلغاء الاستفتاء، الموضوع يتعلق بحل حكومة أقليم كردستان وتشكيل حكومة انتقالية وجلوس سيد عبادي مع هذه الحكومة لحلحلة هذه المواضع، الموضوع يتعلق بأمور أخرى. هناك أيادي خفية أو خفايا تدخل في قضية كردستان أو في وضع الراهن في كردستان. لذلك هذه المواضيع إذا كنا نريد حل هذه الموضوع، عندما تصرح حكومة أقليم كردستان باحترام قرار محكمة الاتحادية، أعتقد هذا واضح جدا. الفاهم يفهم ما مقصود باحترام قرار المحكمة الاتحادية، والجميع يعلم قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة، فلا ممكن الطعن بها. للأسف موضوع آخر أريد أن نذكره، في الجماعة في بغداد فقط يسمعون ويرون ما يقوله سيد نشيرفان أو ما يقوله على الأخوة في بارت. أي ما يسمعوك لأن انقطع الخط من يمك، انقطع الاتصال من يمك. خلينا أروح لدهوك وأقول أنه المسؤولية على عاتقهم أكبر من في أربيل، المسؤولية على عاتق البارتي أكبر، المسؤولية على عاتق سيد نشيرفان قال البارتي هكذا الكلام. رجع لي؟ نعم. عفو، تفضل. نعم، أما موضوع الصراعات الداخلية في سليمانية، نعم. هذه واضح جدا. البيئة الموجودة في سليمانية تختلف عن البيئة في محافظات الأخرى، يعني الديمقراطية والمجال لأحزاب ولتيارات ولحركات العمل في هذه المحافظة، هذه صراحة تختلف عن المحافظات الأخرى في كردستان من الناحية الأمنية، من الناحية المراقبة الأمنية على هذه التيارات وهذه الأحزاب. فلذلك هناك يعني بيئة للصراع، بحيث أن يكون هناك دائما صراع بين الأحزاب السياسية في هذه المنطقة. وللأسف الصراعات الداخلية في سليمانية، الشعب في هذه المنطقة هم الخاسر الوحيد في هذه المنطقة، وليس الأحزاب السياسية. أروح السيدة نجيب، يمكن هاي آخر مداخلة إلها لأن راح تغادرنا بعد تقريبا 5 أو 6 دقائق. سيدة نجيب، ما زالت يعني شوف البارتي مثل ما التحالف الوطني يسموه أم الولد وأبو العملية السياسية والأغلبية داخل البرلمان وكل شيء يدبوا براس التحالف الوطني، من حق أي شخص الآن يدب المسؤولية على البارتي، على قيادة البارتي، لأن الأغلبية داخل البرلمان كردستان والأغلبية داخل كتل التحالف الكردستاني في البرلمان الاتحادي، وهو صاحب القرار، وبغداد مثل ما قال كاكريبوار ما تعرف غيركم، الآن يردون الاعتراف بالإلغاء الاستفتاء من عندكم، ما يردون من اليكتي، فمسؤوليتكم أكبر كبارتي في هاي القضية. صحيح، نحن حملنا هذه المسؤولية وملتزمين بهذه المسؤولية، والجميع يريدون يعلمون، لأن البارتي صاحب هذه المسؤولية، هم يعني يريدون أن يفتحوا كل الطرق، يعني يستخدموا كل الطرق من أجل تحقيق أهدافهم المتمثلة بإلغاء مكاسب الشعب الكردستاني، كسر إرادة الشعب الكردستاني، حتى إلغاء الأقليم الذي حصلنا عليه بتضحيات كثيرة. بس أعطي بعض الأمثلة أستاذ.
بالنسبة لي يعني الموازنة عام 2018 من يطلع عليها تعكس نية وتوجهات الحكومة تجاه الوضع الحالي لأقليم كردستان، حيث أنها تعاملت مع محافظات أقليم كردستان ولم تتعامل مع أقليم كردستان الهيكل الإداري المقر والمثبت في الدستور العراقي. اثنين، قامت ب يعني حتى خفض حصة وليس نتيجة الاستفتاء أبدا. الأستاذ الزميل يعلم والكل يعلمون لا مسألة استفتاء ولا أيضا حتى يعني 2013 و 15 كان هناك خطط لتخفيض الحصة. ما أريد أقوله من خلال هذه الأمثلة أن النوايا المتوجهة نحو إلغاء مكاسب الكرد هي يعني من شنو يعني شنو إلغاء مكاسب الكرد؟ لكنها يعني لا لحظة، شنو إلغاء مكاسب؟ يعني هل يمكن لبغداد أن تخالف الدستور وتلغي إقليم كردستان؟ إقليم كردستان قائم في الدستور نعم العراقي وحدوده نعم معروفة ضمن نعم بأي طريقة لمجرد نعم لمجرد نعم أنه نص نعم موجود في كل نعم موازنة أنه حصة كل محافظة بكردستان تنحسب ايش قد؟ لمجرد انه يريد يدقق ايش قد هاي المحافظة يروح لها ايش قد هاي المحافظة يروح لها؟ شوف اخي، مسألة الاقليم كما ذكرت ونحن في نظام اتحادي فيدرالي لم يطبق من النظام الاتحادي الفيدرالي سوى اسم اقليم موجود والمحافظات الباقية. الان يريدون حتى اسم الاقليم المتمثل بالنظام الفيدرالي العراق الاتحادي بعد 2003 حتى يلغون هذه. النقطة الاخرى التي اود ان اضيفها، رئيس الوزراء وكذلك يعني المعنيين صناع القرار في بغداد اذا يريدون فعلا وحدة العراق شعبا وارضا وسيادة، زين وحدة الشعب اليس في منحهم حقوقهم؟ اليس هي لتوحيد توحيد حق شعب في زاخو وكذلك في بغداد وكذلك في البصرة؟ الوحدة فقط بالكلام أم الوحدة بالتعامل بالأفعال؟ هذا من جانب. من جانب آخر نود أن نقول بأن مسألة الاستفتاء ومسألة الأعداد الموظفين هي حجة وليس يعني ليس لها صحة أساس من الصحة. لماذا؟ لأن فعلا إذا يريدون يحصلون على أعداد حقيقية للموظفين عليهم أن يجلسوا. إذا فعلا يريدون أن يعالجوا مسألة وحدة العراق وكذلك التزام أقليم كردستان والأحزاب ومعالجة هذه المشاكل عليهم أن يجلسوا مع حكومة أقليم كردستان مع ممثلي أقليم كردستان من أجل معالجة المشاكل. لأن أبناء أنا أريد حكومة تمثل كل الكرد. ما أريد حكومة يطلع عليها شعب كردستان ويحرق مقراتها ومؤسساتها ويحرق مقرات أحزاب قيادات هاي الحكومة. أريد حكومة تمثل. أنا بدي أسوي اتفاق، أنا ببغداد بدي أسوي اتفاق تاريخي مع الكرد، اتفاق ينهي كل هاي المآسي كل هاي الخلافات. ما أسوي ويا حكومة مشكوك في شرعيتها ومشكوك في مستوى تمثيلها لشارع الكردستاني. هذه حجة. هل أن رئيس الوزراء يمثل كل دولة القانون؟ هل يمثل كل حزب الدعوة؟ يمثل كل التحالف الوطني؟ هل أن الحكومة الحالية كل الأطراف راضية عنه؟ أكو أطراف غير راضية، أكو أطراف راضية. والله يوميا أنا أعد البرنامج أدوخ حتى ألقى لي معارض للسيد العبادي. معارض، أريد واحد يحكي على السيد العبادي ما جايك. زين أسأل لي حتى اللي ما راضي عنهم خلي عدم رضاه بقلبه. زين وشرعيته واضحة والبرلمان راضي عنه والمجتمع الدولي راضي عنه. لا تقارنين وضع حكومة بغداد حاليا بوضع حكومة إقليم كردستان. أنه يمثل كل الأحزاب وكل الجهات حقيقة. هذا من جانب. من جانب آخر إذا فعلا مسألة متوقفة على أن يكون هناك ممثلين من كل الأحزاب فبالإمكان أن يجلس مع كل الأطراف السياسية. لأن الآن حتى غوران تريد تفاوض، حتى الجماعة الإسلامية يريدون تفاوض مع الحكومة الاتحادية، يريدون معالجة مشاكل ويبادرون في كل التصريحات في كل لملموا أوراقكم لملموا أوراقكم وخلنا نشوف اليكتي إلى جانب البارتي إلى جانب الجوران إلى جانب يقرتو إلى جانب الأحزاب الكردية الأخرى تجون بوفد موحد. بغداد ما عندها مشكلة، لكن مشكلة يمكن وحتى الوفد موحد حتى قبل الاستفتاء وصار زيارة الوفد موحد، هل استجابت الحكومة الاتحادية لحقوق شعب أقليم كردستان؟
كلا. هل أن الحكومة الاتحادية طبقت الدستور بما فيها حقوق وواجبات للطرفين؟ كلا. المشكلة ليس فقط مشكلة أنه ليست هناك نية إرادة لمعالجة المشاكل بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، بل يتعاملون بمنطق القوة والضعف، وما أعرف على ليش أن يحسبون نفسهم منتصرين على شعب أقليم كردستان. أليس جزء من الشعب العراقي؟ ألا يحملون الجنسية العراقية والجواز العراقي؟ والمتضرر الأول والأخير لا الأحزاب متضررة، فقط الشعب المواطن الفقير البسيط هو المتضرر. الآن كان فرصة لرئيس الوزراء أن يكسب ود المواطن الكردستاني من خلال صرف رواتبه، من خلال القيام بكل التزامات تجاه شعب أقليم كردستان، بإلغاء القرارات والعقوبات المفروضة على شعب أقليم كردستان. خليني هنا أشكرك سيدة نجيب النائب عن الديمقراط الكردستاني، كنت معي من تهوك، مضطرين لقطع الاتصال لانتهاء وقت حجز الأقمار الصناعية. وأعود إلى السيد عبد الله زيدي وأقول، هسه قبل شوية ذكرنا غير رقم الآن بالضبط 750 مليون اللي هي رواتب كردستان. أردعت تور نسبة 30% بها تزوير فرائيش تسميه زيادات، يعني نحكي عن 250 مليون زيادة. كم 250 مليون دولار اتصدرت وسكتت عنها بغداد طيلة السنوات الماضية؟ نعم، لكن قطعت الموازنة. قطعت الموازنة. الموازنة ما تنقطع من اللي صدر النفط، تنقطع مين؟ تنقطع من دول اللي جات طلعون تظاهرات يحرقون المقرات. هذا الفرق اللي لازم تميزه بغداد. لا هاي صعبة. زين. جدا. توقف يم 250 مليون مشكوك بيها، وتترك ملايين سنتين باي حسن والحقل الآخر هافانا. سنتين تحت سلطة وحزب معين، سنتين، والآن الحزب الآخر أيضا هم كان عنده حقل والآن سيطر. ما تحكي حكومة بغداد الآن من صارت يم خبزة دول الناس الفقرة واقفة على 250 مليون يطلعن بنص نهار تصدير. لا أخي، 750 مليون دولار واقعا هو أيضا رقم، يعني مليار إلا شوية دولار، تصور كل شهر يعني. زين، أنا اليوم أريد، أنت تفضلت حضرتك قلت بغداد تريد حل تاريخي، فعلا وقلنا لهم مرارا وتكرارا نريد حلا تاريخيا جذريا للمشكلة مع الإقليم. الموازنة 17% هل كانت هي يعني رقم مكتوب بالدستور أو تم الاتفاق عليه في حينها؟ لا، تمشية حال ودفع الأمور بالاتجاه الذي يستقر فيه العراق في حينها، فمشت وكأنما أصبحت سنة 17%. 17% الآن نعتقدها هي لنسمة تعادل 7 مليون نسمة مثلا في إقليم كردستان، بينما نحن لا، يعني لسنا نحن وإنما وزارة التخطيط والتجارة تقول لا يوجد هذا الرقم في إقليم كردستان، يعني تقدره ب 5 مليون نسمة، يعني أكو فرق مليونين نسمة. هاي واحد. اثنين، أنا اليوم من أدفع الرواتب بهذا الحجم 750 مليون دولار، إذا دفعت مرة واحدة راح أدفعه مرة ثانية وسيكون أيضا سنة ولا يجوز الرجوع عنه. وإذا حاولنا أن نقتطع، لأنه الثوابت تقول يعني كل الثبوتيات تقول بأن الرقم ليس 750 مليون، لأن رقم الأعداد مال الموظفين أقل بذلك من كثير، سوف تقوم الدنيا ولا تقعد. لذلك نحن نريد حلا جذريا وسكة صحيحة نمشي عليها مع الأخوة في الإقليم كي لا تكون ثورة بين فينة وفينة. هاي واحد. اثنين، أنا ما أقدر هم أتفاهم ويا جهة دون جهة، يعني أنا اليوم حتى من أتفاهم ويا الحكومة في إقليم كردستان تسمع صرخات في السليمانية يقول لك أنت ليش تهمشني؟ ليش أنا مو قوة سياسية حاضرة وإلي جمهور وإلي شعب أمثله؟ يعني هذيك المفاوضات السابقة سمعنا صرخات كبيرة حقيقة، يقول أنا أبو التغيير، ما أنا القوة الثانية في إقليم كردستان. أبو التغيير هو رفض. لا، أبو التغيير هو ما نعم يقول لأنه أنتم تتعاملون مع الجهة التي لا تمثل كل إقليم كردستان. يابا مع من نتعامل مثلا؟ لذلك حضرتك حكيت حكاية حلوة، أنتم في إقليم كردستان رتبوا أوراقكم ونظموا وضعكم وتعالوا على المطالب نتفق، المطالب التي تتفقون عليها. أنتم بسياستكم في بغداد، بسياستكم جاي يزيدون الشرخ بين القوى الكردستانية وجاي يدقون أسفين بين القوى الكردستانية. لا، نحن نريد إقليم كردستان يستقر. جاي تستثمرون وتستغلون الخلاف السياسي وتستثمرونه في
شق الصف أكثر. نحن نعتقد أيضا نفس التهمة موجودة على الآخرين في الإقليم بالحقيقة. ومسؤوليتكم مسؤوليتكم كتحالف وطني كرئاسة وزراء أكبر، مسؤوليتكم أكبر، مسؤوليتكم الأخلاقية أكبر من أن تنظرون إلى هذه الخلافات البسيطة. أستاذ أحمد، نحن أيضا نعتقد في إقليم كردستان يوجد بعض القوى السياسية الفاعلة لا تريد الذهاب إلى الحل، بل تريد أن تعقد المشهد. لماذا؟ لأن أيضا فيها مكاسب انتخابية. انظروا إلى بغداد، تنتهج نفس نهج الحكومة السابقة والنظام السابق، وهؤلاء هم العرب وهكذا يتصرفون مع الكرد، والشوفينية موجودة. ليش أوفر لهم السلاح؟ زين، خليني أنا بس باقي لي يمكن دقيقتين ونص، وانضم لي عبر الهاتف السيد هشار عبد الله النائب عن غوران. كنا نتمناك ويانا اليوم عبر الأقمار الصناعية. أرحب بك وأسأل، ما سر هذا الانسحاب من التفاهم أو الاتفاقية الاستراتيجية مع اليكتي في هذا التوقيت بالتحديد؟ تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بصراحة كنا نعتقد بأنه من خلال هذا الاتفاق ممكن أن نغير قواعد اللعبة السياسية في إقليم كردستان، ولكن مع الأسف الشديد يعني بعض من الأشخاص المتنفذين داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وبين قوسين الذين هم حديقة خلفية لأجندات حزب الديمقراطي الكردستاني حالوا دون ذلك، حالوا دون تطبيق هذا الاتفاق. وبالتالي في منذ البداية حتى في بالاتحاد تاهت علينا الاتحاد، ما أعرف كم وصله صار. منو بالاتحاد اللي مرض على هذا الاتفاق استراتيجي وما سعى إلى تنفيذه؟ جناب دقيق إعلامي تعرف تماما بأن أنا يجوز أعرف بس الناس اللي جات سمعك ما تعرف منو. بس خلا جاوبك تفضل. يعني ورا مام جلال كان قرار اجتياز داخل الاتحاد الوطني الكردستاني منقسم بشكل حاد بين مجموعة من الأقطاب ومجموعة من الأشخاص المتنفذين داخل هذا الحزب، وبالتالي القرار السياسي أو الفاعل السياسي الموحد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني كان غائب منذ لحظة غياب مام جلال. وحتى هذه اللحظة كنا متمسكين جدا بهذا الاتفاق، لأن كان هناك نوع من اتفاق بين كادنا وشيبان الله يرحمه ومام جلال الله يرحمه أيضا. ولكن مع الأسف الشديد يعني وصلنا إلى النقطة بأنه نعيد النظر بكل ما تعني الكلمة لهذا الاتفاق، وخاصة هذا الاتفاق ليس اتفاقا حزبيا فحسب، وإنما كان خطوة صاعدة باتجاه تغيير قواعد اللعبة السياسية في إقليم كردستان. وحزب الديمقراطي الكردستاني منذ اللحظة الأولى يعني بين يعني السياسات المضاد لهذا الاتفاق، وأعتقد يعني نوعا ما نجح في فشل هذا الاتفاق جزء من الفشل الموجود. وحتى القضية الاستفتاء وكل الكوارث الموجودة إلى يومنا هذا أعتقد واحد من أهم الأسباب عدم تنفيذ هذا الاتفاق، لأن قواعد اللعبة السياسية الآن في إقليم كردستان هي مجموعة من الأشخاص وليس الأحزاب فحسب، وحتى داخل حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. بالتالي اليوم هذا القرار يعني يجي جنبا إلى جنب لقرارنا للانسحاب من الحكومة وتشكيل جبهة جديدة مع الجماعة الإسلامية وإن شاء الله مع قائمة الدكتور بهم صالح ومجموعة من القوى الفاعلة داخل إقليم كردستان، لتكون لدينا جبهة جديدة. إذا مثل ما قالت ست نجيبة، ما أدري إذا سمعتها قبل قليل، السيدة نجيب قالت هذا خلينا نقول حراك سياسي داخلي هدف الانتخابات، جاي تتاجرون وجاي تستغلون معاناة الناس وعدم وصول هالرواتب وتطلعون تظاهرات وتدعمون تظاهرات كلها من أجل غايات انتخابية. يعني دعم جانبك تماما، يعني دعم مظاهرات وكل خطوات المدينة. نحن قوى مدنية، لسنا مثل حزب أستاذ نجيب. بيدنا سلاح وبيدنا ملف النفط وبيدنا فلوس، أكيد يعني لدينا شارعنا ونتحرك على الشارع، ولكن نحن منذ اللحظة الأولى وحتى في الأوقات اللي كنا جزء من هذه الحكومة كنا متمسكين جدا بهذا الخطاب النقدي، خاصة بين قوسين كحركة التغيير. وبالتالي الآن أصلا القواعد اللعبة السياسية داخل إقليم كردستان إذا استمرينا على نفس المنوال حتى ليس هناك أي جدوى للانتخابات، لأن بدون ما تكون هناك نوع من الحياد للفلوس والسلاح
ليس هناك جدول الانتخابات، يعني هناك تزويرات بالجملة، هناك فضاء غير ديمقراطي للتخوض فيها الانتخابات. بالتالي قبل الانتخابات نحن نرى بأن أن تكون لدينا قوة أو جبهة فاعلة. موقفكم هذا ما يخليني ويخلي اللي يسمعك ويسمعكم ويشوف دعمكم للتظاهرات أقول أنه أكو تنسيق بينكم وبين بغداد من أجل إحراج وحصر البارتي بالتحديد في زاوية حرجون؟ مع الأسف الشديد، لأن حتى هذه اللحظة الخطاب الوطني غائب، يعني حتى الآن نحن متمسكين بهذه القوقعات الطائفية والقومية والحزبية مع الأسف والمذهبية، يعني نتصرف وكأنما نحن دولتين، نتصرف وكأنما نحن يعني إذا لجأنا إذا خاطبنا بساتة نحن نكون بلدنا ونكون مواطنينا وشعبنا. مع الأسف الشديد نحن نرى بأنه آن الأوان لكي نضرب هذا الخطاب الضيق، لكي نضرب هذه المتاجرة. هل معنى هذا أنه أكو تنسيق بين غوران وبين بغداد؟ لا، يعني نحن قوة عراقية، نحن لدينا كتلة برلمانية فاعلة، جنابك تعرف نحن لدينا نائب رئيس برلمان. يعني قضية التنسيق إذا كان هناك في قصدك تسييس سياسي أو نوع من اتفاق شرعي، ليس هناك اتفاق، ولكن أكيد في كل تحرك سياسي نحن نعلن موقفنا مع العراق ومع الجهات العراقية ومع الدول العراقية ومع حتى المنظمات العالمية والدول من خلال السفارات. يعني قضية تحرك فكرة واضحة كاكوشيا، كفله الدستور أخي العزيز، فكرة واضحة. شكرا لك سيد هشار عبد الله النائب عن التغيير غوران في البرلمان العراقي، كذلك شكر موصول للسيد عبد الله الزيدي مسؤول الملف الكردستاني في التحالف الوطني، السيده نجيب النائب عن الديمقراطي الكردستاني، السيد ريبار طه النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا لكم ونشوفكم باكر ان شاء الله.